الآن سوف نجرب إن شاء الله، سوف يتم إصلاح المشكل. يعني الآن لدينا مشكل الإشارة، قمنا بإصلاح مشكل الباور. بسم الله، يعني الجهاز شغال. سوف نقوم بقياس خروج الفولت. الآن توجد 13 فولت، كان سابقا يوجد هنا 2.7 فولت. يعني تم إصلاح المشكل. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي بلس. نأتي الآن إلى متجر الهدايا، يعني في هذا الشهر الذكرى السادسة لهذا الموقع. يعني هنا توجد هدايا، يعني من يشتري أي شيء من هذا الموقع أو يقوم بتصميم بوردات بي سي بي، يعني في هذا الموقع يقومون بإرسال له هدايا مثل هذا التيشورت أو هذا البورت كلي. ويمكن أيضا تحصل على هذا الهدايا، يعني أو هذا الأشياء الموجودة هنا، يعني بفاصوليا، يعني فاصوليا مثل النقاط. يعني أن تكون عندك يعني 600 فاصوليا سوف تقوم بالحصول على هذا القطع اليو اس بي. يعني هذا الموقع رائع جدا، أتمنى أن يعجبكم هذا كل شيء. السلام عليكم، مرحبا بأحبتي. لدينا هذا الجهاز إيكولينك فيمتو، يعني لا يشتغل فيه شيء. سوف نقوم بتجريبه ما شاء الله على هذا الشكل، يعني لا يشتغل شيء في الواجهة للإشارة. هذا الجهاز يعني سبق أن فتح كما تلاحظون هنا، يعني قام أحدا بفتحه. سوف نقوم إن شاء الله بإصلاحه بطريقة مفصلة إن شاء الله، لأن هذا الجهاز قمت بشرائه في الجوطية. سنقوم بالشرح بالتفصيل إن شاء الله. تابعوا الفيديو والإعجاب بالفيديو لكي نستمر. كارثة في هذا الجهاز، يوجد هنا احتراق، وهذا المكتف أيضا يعني تالف، يعني يتحرك في مكانه، ويوجد الاحتراق أيضا هنا. يعني هذا الغطاء يعني يظهر احتراق. يعني لهذا الذي فتح هذا الجهاز، يعني عندما وجد هذا الاحتراق كثير وقام بجمع على ما أظن الجهاز ولم يقوم بإصلاحه. ولكن إن شاء الله سوف نقوم بإصلاح هذا الجهاز من أجلكم فقط. سوف أقوم بالشرح بالتفصيل إن شاء الله، لأن هناك من يفتح الجهاز ويجد الاحتراق على هذا الشكل ولا يقوم بإصلاحه، يقوم بإرجاعه لصاحبه. ولكن سوف أشرح إن شاء الله هذا المشكل ونقوم بإصلاحه بإذن الله. أول شيء نختار الجرس، يعني خاصية الديود. نقوم بقياس مدخل 12 فولت، هل يوجد فيه يعني القصر أم لا؟ لا يوجد القصر في مدخل 12 فولت، هنا أيضا تأتي إليه 12 فولت. لهذا سوف نقوم ب توصيله بالكهرباء ونقوم بالقياس بالفولت. يعني هذه المراحل يعني مهمة لكي نعرف أين يوجد المشكل. هذا الجهاز صغير جدا، وهنا يجب أن تكون 12 فولت. نعم موجودة، يعني 12 فولت تأتي إلى هذا القيس الخاص بالإشارة، يعني موجودة. هذا الملف أيضا خاص ب 12 فولت، تمر عليه إلى هذا الأي سي. بما أن توجد 12 فولت سوف نقوم بقياس مكان 5 فولت. 5 فولت لا توجد. بما أن لا توجد 5 فولت، لن توجد أيضا 3 فولت التي تشتغل بها الفلاشة، ولهذا سوف يكون عندنا المشكل في 5 فولت. سوف نختار خاصية الجرس على هذا الشكل، يعني بما أن 12 فولت سليم مكان دخول 12 فولت، سوف نقوم بقياس مع الأرضي مكان دخول 12 مكان خروج 5 فولت.
يعني يوجد القصر في مكان خروج 5 فولت، يعني سوف يكون القصر في هذا المكتف أيضا، ها هو وهذا المكتف أيضا، يعني كل المكتفات التي توجد في خط 5 فولت، لأن هذا هو يعني هذا الأي سي يشتغل بخمسة فولت، هذا الأي سي أيضا يشتغل بخمسة فولت، لهذا يوجد القصر في المكتفات الخاصة بمسار 5 فولت. ما علينا الآن، سوف أقوم بإقصاء هذا الملف الخاص بخمسة فولت لكي نقوم بتحديد أين يوجد القصر. عارف في هذا الأي سي الصغير الذي تدخل إليه 12 فولت ويخرج 5 فولت، أم أحد هذه الأي سيات، أول شيء أقوم به هو نزع هذا المكتف الذي يتحرك هنا، وأقوم بنزع هذا الملف أيضا، ونرى النتيجة إن شاء الله. هذا يعني تأليف بمعنى الكلمة. سوف أتركه حتى النهاية وأقوم بنزعه. أول شيء أقوم به هو نزع الملف والذي يوجد فيه المشكل الآن. بسم الله. الآن تم نزع الملف خاص بمسار 5 فولت. ما علينا الآن، سوف نحدد أين يوجد القصر أو الشورت، هل في خروج 5 فولت أو مدخل 5 فولت. هنا لا يوجد الشورت، هنا يوجد، هنا يوجد الشورت، هنا لا، لكي نقوم بتحديد المشكلة أين يوجد. كما تلاحظون الآن ذهب الشورت في خروج 5 فولت عند الأي سيات، لا يوجد الآن الشورت هنا كما تلاحظون، يعني لدينا المشكل في خروج 5 فولت. 5 فولت تخرج من هذا الأي سي الصغير، يعني هذا الأي سي الصغير هو التالف، لهذا لا يخرج 5 فولت. هذه الأي سيات الثلاثة، واحدة اثنان ثلاثة، لا يوجد فيهم مشكل. سوف نقوم إن شاء الله بتغيير هذا الأي سي الصغير، وسوف يتم إصلاح المشكل بإذن الله. تابعوا معنا. سوف نقوم بنزع الطرف الباقي من المكتف. يعني يوجد أجزاء صغيرة. لدينا المشكل في هذا الأي سي إس 47 بي سي سي، سوف أقوم بتغييره إن شاء الله بآخر.
الآن تم نزع الأي سي. يعني سوف أبحث على نفس الرقم وأقوم بتغييره، وسوف يتم إصلاح المشكل إن شاء الله. وسوف أقوم بتوصيل هذا الملف. هنا يوجد ملف مطبوع وهو محترق من جهة واحدة. سوف أقوم بتغييره بهذا الأي سي، يعني نفس الرقم S47CC. الآن تم تركيب الأي سي مكانه. سوف أقوم بوضع مكتف، يعني سوف يكون 16 فولت. نعم 100 ميكروفارات 16 فولت. سوف أقوم بنزعه في أحد أهو. سأقوم بنزعه من هذا الريسبتور. سوف أقوم بتغيير بنفس السعة، وسوف يتم إصلاح المشكلة إن شاء الله. هو المكتف. ها هو المكتف. سوف نضع اللحام هنا على الشكل. سوف أجرب قبل أن أضع هذا الملف خاص ب 5 فولت ونرى هل سوف تخرج 5 فولت أم لا. هذا الشكل. الآن توجد 5 فولت كما تلاحظون، يعني الآن شغال. سوف نقوم بالقياس بالجرس. لن نجد الآن الجرس في الملف كما تلاحظون، يعني تم إصلاح المشكل. سوف أقوم بإرجاع الملف ونجرب. الآن تم إرجاع الملف. سوف نقوم بالتجريب. بسم الله. كما تلاحظون الآن يعني الجهاز شغال، يعني بعدما تم يعني إصلاح مشكل يعني تشغيل الجهاز، الآن يعني الجهاز شغال ولكن لدينا المشكل في الإشارة. سوف نقوم بقياس خروج الفولت الخاص بالإشارة. يعني سوف نقوم بقياس خروج الفولت هنا، يعني توجد 2.7. يعني المشكل يوجد اما في اي سي او احد المكتفات من الاي سي، مع ان 12 فولت يعني وصلت الى الاي سي كما تلاحظون، يعني وصلت 12 فولت. للاشارة يعني وجدت هنا يعني مكتف متفحم. كنت في الاول قلت بأنه ملف لأن يظهر لي يعني أسود، ولكن بعدما قمت بالتفقد يعني وجدت هذه الجهة هنا التي محترقة خاصة بالأرضي، وهنا خاصة ب 12 فولت.
يعني المكتف الذي يوجد هنا ليس كما قلت في الأول الملف، لأن يظهر لي يعني أسود لأنه محترق. سوف أقوم بنزع الكهرباء ونقوم بالقياس بالجراس. هل يوجد يعني الشورت في أي سي الخاص بالإشارة أم لا؟ ها هو الأي سي. نعم يوجد الشورت هنا في هذه الرجل، وهنا يوجد مكتف صغير يوجد فيه الشورت. ها هو المكتف الصغير، مكتف صغير جدا هو، أتمنى أنه يظهر لكم. يوجد فيه الشورت، سوف أقوم بقياس المكتفات الأخرى هل يوجد فيها الشورت أم لا. هذا المكتف سالم، هذا أيضا سالم، يوجد هنا أيضا شورت في هذا الرجل وفي هذا المكتف الصغير وهذا الرجل أيضا. يعني 99% سوف يكون هذا الأي سي، لأن المشكل في مصدر من 12 فولت، لأن الأي سي الصغير يعني هو أيضا تالف، وسوف يتلف هذا الأي سي آخر مكتوب عليه. مكتوب عليه S8035B. سوف أقوم بتغييره إن شاء الله. يعني تم نزع الاي سي، ها هو الاي سي. سوف نتأكد الان هل فعلا الاي سي هو الذي تالف ام لا، هل سوف يبقى الشورت في الاي سي في المكتف. الان ذهب يعني الشورت من المكتف، يعني يكون الجرس من جهة واحدة خاصة بالارضي، الجهة الاخرى لا يوجد فيها الأرض. سوف أقوم بتغييره بآخر إن شاء الله. يعني يوجد فيه S8035. هو الاي سي يعني نفس الرقم، هم يوجد فيه S8035B. سوف اقوم بتركيبه ان شاء الله. قمت بايقاف الفيديو حتى قمت بتغيير جميع القطع التالفة لكي لا اطيل في الفيديو. قمت بتغيير الاي سي الاشارة، وقمت بتغيير هذا المكتف، وقمت بتغيير هذا المكتف ايضا، ووجدت مسار ياتي من هذا المكتف الى مقاومة، هذه المقاومة ايضا المحروقة التي كنا يعني تكلمنا عليها سابقا في الموضوع. يعني المقاومة مكتوب عليها 103 يعني 10 كيلو. وقمت بتوصيل المسار بسلك على هذا الشكل. الآن سوف نجرب إن شاء الله، سوف يتم إصلاح المشكل. يعني الآن لدينا مشكل الإشارة، قمنا بإصلاح مشكل الباور. بسم الله، يعني الجهاز شغال. سوف نقوم بقياس خروج الفولت. الآن توجد 13 فولت، كان سابقا يوجد هنا 2.7 فولت. يعني تم إصلاح المشكل. يعني قمت بهذا الفيديو لأن الكثير يجد صعوبة في إصلاح مثل هذا الأعطال، يعني يجد أي سي محترق وبعض المسارات محترقة ومقاومة محترقة وأي سي يعني الباور محترق وبعض المكتفات أيضا محترقة.
ويصعب عليه يعني إصلاح المشكل، لهذا قمت بهذا الموضوع. المهم هذا كل شيء في هذا الفيديو، إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.